ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 13,300 شهيد، من بينهم أكثر من 5,600 طفل. وقد تجاوز عدد الإصابات 31,000، بينهم 75% من الأطفال والنساء. وتسبب العدوان في خروج 25 مشفى و52 مركزا صحيا عن الخدمة، بينما خرجت عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.